وتحصلوا على مراتب مشرفة في قفز الدقة. عناصر الفريق المتبقين في جو يحملون ثلاث لافتات، واحدة للعلم الوطني والثانية لشعار الجيش الوطني الشعبي والثالثة صورة لفخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني. وكما تلاحظون إنها شعارات لها معان عظيمة كلها وفاء، وفاء للوطن، وفاء للجيش الوطني الشعبي، ووفاء لفخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني. كل أبناء قواتنا المسلحة اليوم، سواء المرابطون منهم على الثغور أو المتخرجون في هذه الأيام،
منتصب القامة مرفوع الهامة شامخو المحية يرددون جميعا: وطني أحبك من صميم فؤادي، وطني لأجلك بالحياة أفادي، وطني أراك بيقظتي وسهادي، وطني أجيبك والخطوب تنادي، وطني لأنت من الحياة مرادي. بعد العرض المتميز الذي نفذه الميداليون من القوات الخاصة وبإحكام، صافح رئيس الجمهورية العناصر التي قامت بالإنزال دون خطأ في ساحة العلم. ثم توجه رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني إلى حقل التمرينات بمنطقة النقاش، أين تابع تمارين تكتيكية بيانية من تنفيذ طلبة السنة الأولى من التكوين العسكري القاعدي المشترك. تستمعون للأمر القتالي من قائد فصيلة يؤديه طالب ضابط عامل بالأكاديمية. قادة الحضار، إليكم الأمر القتالي. النقطة الإشارية الأولى، العمود الكهربائي رقم 1 100 متر. النقطة الإشارية الثانية، مجموعة الديار الصغيرة البيضاء 200 متر. النقطة الإشارية الثالثة، مفترق طرق 300 متر وهي الرئيسية. كلفت فصيلتنا باقتحام المبنى والقضاء على العدو المتواجد به. إشارات السيطرة والإنذار حسب الجدول المتفق عليه. مكاني مع حديرة الاقتحام، نائب قائد حديرة الاقتحام. بعد إعطاء الأمر القتالي يبدأ تنفيذ التمرين. تشاهدون أمامكم على الشاشة الحظيرة على اليمين تتقدم لتقوم بإسناد وحماية الحظيرة الأولى، بداية تمهيدات المدفعية. تقدم الأفراد إلى الخط الثالث. فتح الثغرات وعبور الثغرات من طرف الأفراد تحت تغطية نيران حظائر الإسناد اليمنى. القصف الناري الرابعة. عبور الثغرة من طرف الفوج الأول واحتلال الخط أو الخندق الأول المعادي. تجيء النيران إلى المباني وتقطيع تحرك التسلل أفراد الحظيرة لأنفاق بين المباني. في هذه الأثناء تتم إحاطة الهدف والسيطرة عليه والاستيلاء على الأسلحة والوثائق. تقدم أفراد الحظيرة اليمنى
لحماية الجانب الأيمن للفصيلة. على اليسار وفي اتجاه البلد.